على راديو كان. رجعنا من جديد في استوديو كان 17 دقيقة. يظهر لي زيادة الربح متاعكم انتوما قبل الربح متاع المنتخب معاني نتصور اللي تحبوا تربحوا الكل في البيت دوسونسيز اللي يحبوا المنتخب يربح على ذيك شوية نصايح وشوية كوتات باهين اليوم في البيت دوسونسيز برجيلا مع بيت دوسونسيز بيت دو سونسيز هذه هي الطريقه الوحيده باش انكم تعملوا شيء في مستوى دونك في لما زادت لنا كان الكوب دافريك كوب امريكا زادت البرازيل البارح مين تعرف دونك نتعداو ديريكتومون للماتشويت اللي قاعدوا براتيكمون في كوب دافريك دونك مازال نبداو بالماتش الاولاني اللي هو يهم التوانسه الكل اللي هو غانا وتونس ما نكذبش عليكم ما نجمش نختار هنا فما عادتهم برشا حاجات بات على اكس والاكس 2 ولا هذوما الكل مشيت لحاجات اخرين اخترت البونتويت والكورنريت قبل ما نوصل نعطيكم شنو اللي اخترت نحكي لكم على لي كوت نتاعهم عند غرانا 2.48 ليكس 2.73 وعندنا تونس 3.03 دونك اخترت اللي الماتش هذا يكون فيه بلوس كو 1.5 معناتها اهداف معناتها يتماركيو مينيموم زوز بونتويت معناتها واحد واحد اثنين بوا اثنين بلاش المهم فوق زوز اهداف من اثنين وتيتار كنت ماشي خايبه 1.57 واخترت باش نلعب على الكورنريت الكورنريت اللي اخترت اندر 10.5 اقل من 10.5 معناتها ماكسيموم اذا يكونوا فما 10 كورنريت مجموع زوز فرق قرا زوز باش يحكي واحد معناتها تونس كوتش تسمع فيه ايش قال لك 10 كورنريت شنو شنو 10 كورنريت معناها في الماتش اقل 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 من 10 كورنريت لوجيك تشوفها والله مش كيسيون نشوفها لوجيك مي نتصور ثم اون سيرتين بريدونس معناتها في طرح نتاع اليوم نتصور معناها سورتو معناها في البريمير ميتون ما نتصورش كو معناتها انا نمشي في التوجه شويه هكايا معناها سورتو اللي احنا معناتها بون بدل برشا حاجات ما نلعبوش برشا على الجناب ما كان ثبت كان ثبتوا لي ستاتيستيك ما نجيبوش برشا كورنيرات راهو معناتها كنا نجيبوا ثلاثه كورنيرات في ماتش تسمى فريمون معناتها اما اليوم بلي تروح ماتش اخرانيين بيان سور مش كي يلعب اليوم البدري والمساكن نتصور يكون فما شويه ضغط انا ما قلتش اقل من خمسه كورنيرات قلت اقل من 10 كورنيرات في الكل الكل لتونس وغانا كيما تقول 7 3 ما نعرفش 5 5 6 4 دونك الكوت نتاعها 1.45 اخزر ما عادش تقولوا لي حتى مزيان حتى تقول لي لوجيك لا انا لوجيك اللي راهو فيه تو في لي سيربريز لا الشيء اللي عملته الجماعه ما عادش خلينا في اللوجيك تخرج مصر في مصر لا هذوكم اللي سكور تخرج هاو رجع المغرب خرجت روحها هي المغرب خرجت روحها مضيع بيلانتي زياش مضيع فرصه في البرونغاسيون هما كلهم خرجوا روحهم مدغشقر تزيدها درجين تو تسكوب دافريك حتى مالي خرجت روحها اليوم مع الكوت ديفوار مالي ضيعت معناها اليوم الكاليفيكاسيون تاعها مش هذا الموضوع ما حبيتش نقول لك هكا معناتها كي تعدل الكوت ديفوار ما سوربريز لا لا اما كي تشوف الماتش كي ترى الماتش بيان سور بيان سور سوربريز معناتها مالي كانت اقرب كان جات كان جات تروح بوكس هذا وباللي بوان ولا راهي ربحت مالي اللوجيك الوحيد الجزائر يظهر لي الجزائر غينيا مش الجزائر ملي بدات وهي فرد لا حتى منتخب مصر بصراحه سي لوجيك افضل كان افضل ما سيتو سوربريز موافق لا ما هي سوربريز كان افضل من شكون افضل من جنوب افريقيا نو نو جنوب افريقيا افضل في الماتش هذاك في الماتش هذاك اي بيان سور اي جنوب افريقيا لا ميريتي الفيكتوار تاعها وضيع زوج فرص معناها فرد ومام حتى تروا فيكتوار نتاع مصر في الطور الاول الناس كل حكيت انه مصر ماهيش في فورما حتى تروا فيكتوار شفناه مع اوغندا معناها تالق كبير للشناوي انا ريت على مصر لا باش ما غلطوش الماتش الاخر تحكي عليه مترشحه لا لا حتى ماتش الكونغو ما عملتش ماتش كبير مصر مع الكونغو اي سي في الكونغو ضربت مرتين على البار في بليج معناتها معناها صحيح فما ريالي معناها كان فما الواقعيه في ارضيه الميدان ما كانش فما فماش الاداء وهذا اللي ظهر مع جنوب افريقيا به خلينا في الكورنرات اقل من 10 نرجع لكم شويه لغانا وتونس قلت بلوس كو ان ادمي اكثر من 1.5 اهداف معناتها زوز بونتويت مينيموم 1.57 واقل اندر 10.5 في لي كورنير اقل من 10.5 معناتها اقل مع 10 ماكسيموم كورنيرات لي زوج جمعيات 1.45 بربش نسال سؤال انا ممكن ما نعرف تنجم تلعب بزوز مع بعض معناها تحط الكورنيرات مالتي بلاي معناها كومبيني تنجم تنجم نجم معناها ينجم الواحد يعمل شويه زوز معناها يحط اقل من 10 كورنرات ويحط اما اما في بالي كان صدقني ربي في بالي تحسبوا لك دوك معناتها كي تحط 5000 تلعب 5 و5
تيح معناها حتى كنت تطيح في بالي كيكا ماني سير من انت نسالك وما نتصورش مين زاد راه معناها مش كومش يلعب على ماتش المنتخب التونسي اللي باش يلعب على حاجه برك باش يبدا ديما خايف خاطر تونس ما تفهمهاش معناها اي ظلي تو كي تذكر ظلي تنجم تعملهم الكل اما واحده برك غلطه راك يتيحوا الزوز مش تحسب لك الكوته معناها به لا لا تحسب يضربوا في بعضهم مي اول غلط واحده فيهم الزوز راه تطيح يختاروا مالا واحده منهم يا اقل من 10 كورنرات يا اي انا نعطي معناتها لي بروبوزيون اي نجم نلعبوا حتى ان اكس غاد ان اكس دو تونس تونس معناتها انا حبيت نبعد قلت لك خاطر الماتش هذا يخصني شخصيا ان تونك تونسي عرفت من غانا ولا انا تونسي معناتها لا انا تونسي و حسستنا خرجنا من غانا لا انا تونسي تسمع في ممدوح بودا انا تونسي ما نلعبوش تروح اي من ايوب تونسي ما نلعبوش تروح ناني قلت لك انا بدي والله اغزر فيني ما عادش برشا كوره تو على شو ما فهمتش والله كان جاي فما اي ماتش والله انا نختار بالحق دونك وبرعت كان اخترت غانا كان قلت غانا واحد اكس وتونس تربح تنولي يديروا عليا في البيت نمشيو للماتش الثاني السنغال والبنين اللي تلعب هذايا نهار الاربعاء الخامس تاع العشيه دونك اخترت الان شايح تاع السنغال لاس شايح 1.50 اخترت الاوفر 1.5 زاد 1.57 بيان سور هذا كان ماني ما ضيعش بلانتي كالعاده ولا كل ماتش متعاقد مع الضياع وانا واخترت 1.2+ قداش الكوتا نتاع البنين؟ اي مشي جمله ما كانتني سور السنغال باش تربح معناتها نسيت البنين دونك سامحوني نعاود لكم السنغال 1.5 ليكس 364 والبنين 7.07 مش برشا سبعه بنين معناتها بنين تنجم تعمل تنجم تربح وتولي تنجم تعمل سوربريز تلعب اكس دو تربح هي اسمها سوربريز تربح السنغال بلانتيت وي زيد نلعب وراه كيف شوي البنين تربح السنغال وكلهم مشي انا زيد نبطلوها هو على 90 اللعبه حدا ل 90 هاي ل 90 دقيقه واخترت فما كوتا كبير كبيره ياسر وكوتا عادي جدا تصير قول لص لا لا لص ودو بلوس معناتها السنغال تربح واحد ودو بيوت معناتها كيما تقول تربح 2-1 من 2 بلاش قداش الكوتا؟ ولا 2 بواحد معناتها زوج اهداف في المباراه مينيموم والسنغال تربح 5-29 كوتا مزيان ياسر شو معناها بلس ومينيموم زوج بوتات في الماتش معناها السنغال تربح زوج بلاش كوتا 5 كوتا واحد كوبون هذا 5-29 في البيت دو سنغال تلعب عليها ب 100,000 تربح 500 و باهي 500 وصرف نتصور هنا نتصور ان الان 3 موا اقرب من اندو بلوس خاطر كي تتفرج البنين بنين تلعب بثلاثه في اللاكس و ودو بيفو وتلعب تسكر ياسر معناها ما نتصورش تقبل بال معناتها بال معناها جينيرالمون جينيرالمون معناتها حتى في الدوزا ان تلقى روحك رابح معك معناها ما نتصوريش انا في ماتش فيه اربعه بونت وخمسه بونت الحقيقه مع لا ما يهمناش فيها انا هنا اثنين بلاش من داخل داخل الكوتا دو بلوس معناتها اثنين مغصوبه زاده كي يقول لك دو بلوس اي مغصوبه مش طالب اربعه لا جو في دير مثلا بلاش كوتا 25 هو زياد يقصد السنغال العب ثلاثه معناتها لا هو ثلاثه موا قال لك اي فهمتك معناتها هو اكثر ظهرت له لوجيك باش انه ما يتمكيوش اربع بونت انا زيرو للسنغال سامحني عندي انا اقرب من 3-1 للسنغال هذاك علاش اي اما في 2-1 اللي تحكي عليها انت كوبون تاعك يتيح لا ان 3 موا فيه داخل 3 3 داخل اي دو اه صحيح صحيح كلامك صحيح دونك 3-1 مستبعده اكثر من ان زيرو للسنغال اي سيرتو انه ماتش تاع كارد فينال صار برشا حسابات والبنين تمركي معناها شفناه حتى في المباريات الكل تمركي ديما تمركي البنين بون بنين خليني نقول ماركات زوز الغانا وبونتو للمغرب مع الكامرون اما مع مع غانا انا يدور الورقه حمراء هي اللي بدلت اللعبه اللي خذتها غانا وداير وقتها هي رجعت وعدت 2-2 ولكن معناه كي تشوفها انت تلعب خمسه ديفونسور التالي ودو بيفو لي دو دومي كولوار يرجعوا برشا معناها فريمون ستون ايكيب معناها حظ بقول ديفونسور برشا معناها دونك معاك اما زاد مع زاد نمشيو للبارتي الاخرى انا راه بلاش انا راه توفى اثنين بلاش عادي معناتها انا راه حلوه يا سنغال تربح اثنين بلاش بنين معناتها حد ما يقول واو ولا اش صار ولا عادي جدا اللي هو يجيب لك 25 زياد معناتها كوتا ممتازه 1529 نذكركم سامحوني في لي تروا كوت اللي قلتهم لكم الماتش هذين على 4-5 راشي دونك سينيغال لص 1.5 هذه اخترتها واوفر 1.5 هي 1.57 وعندك الان اي 2 بلس 5.29 باهي برشا تعدي الماتش الثالث نيجيريا وافريك دو سود نهار الاربعاء 8 تاع الليل نيجيريا 2.01 ليكس 2.81 والافريك دو سود 4.15
انا اخترت دو كوت اللي هما الان اكس نتاع نيجيريا اللي هو 1.22 اخترت زاد الان نتاع نيجيريا كوتا باهيه 2 معناتها فريمون تفرجت فيها نيجيريا معناتها ما عجبتني انا جمعيه ما عجبتو ما شو رايكم نيجيريا بون الماتش هو احسن ماتش تفرجنا فيه في الكان نيجيريا كامرون ديجا شفنا فيه دو ريمونتادا ريمونتادا للكامرون وبعد ريمونتادا لل معناتها كامرون كانت خاسره كملت ميتون كان ربحت ونيجيريا كانت خاسره ورجعت وربحت 2 ولا 3 ولا ربحت 3-2 لا عجبتني ثم كنت تما الاربعه نتاع 4.1 نتاع الفرق دو سيدي انا بدي نجم تعملها وثم حاجه اخرى الجول جول تصور الماتش هذا تصور الجول جول الموجود معناها يعني نتصور في الزوزي ماركي انا خممت ما دام انت جول جول دونك مانيش بعد بوم انا اقرب منك اكثر منك شانس خاطر اخترت بلوس كو 1.5 خاطر جول جول لازم زوز ماركيو بار كونتر كي ماركيو زوز بونت وهذا يدخل 1.66 فهمت دونك اخترت زاد 1.5 بلوس كو 1.5 1.66 خاطر علي ديما نختار بلوس كو 1.5 خاطر نتصور هذوما الماتشات كانت ماركي جمعيه الاخرى ماهيش بتسيد ردت فعل انا سيد خلنا في الواحد خلنا في تخرج مع تريميسون ديريكت ملك مو يوتيام دو فينال لما حال هذا الجماعه اللي تقبل راي زين الموف تاع روحها الاخرى باش تعدل سيوا تعدل ويدخل بلوس كو 1.5 سيوا الاخرى يولي برشا بالبولفار وبرشا حل برشا في الديفونس وتقبل الثاني كيما نجم في واحد بلاش هو ست ماتش تري انتريسون خاطر باش ترى ست ماتش باش تشوف فيه الانديفيدواليتي تحب ولا تكره سو لو بلون انديفيدويل نيجيريا بعيده برشا على الافريك دو سود كونتر لو كوليكتيف كي تشوف الوقفه نتاع الافريك دو سود ولي ترانزيسيون ولو كوليكتيف نتاع الافريك الصبر يستناو سي تري معناتها الانديفيدويل كونتر لو كوليكتيف والكونتر نتاعهم كونتر قوي ياسر نتاعهم كونتر نتاعهم مسمين دونك كيما قلت لكم انا اخترت نيجيريا باز لاس 2.01 هذه اكثر كوتا معناتها تسمى اكثر وحده ريسكي بلوز اوموان اكس تاع نيجيريا اللي هو عادي نورمالمون 1.22 معناتها كان تلعب كيما قلت لك 1 2 بلوس تاع السنغال تولي تحب تزيد 1.22 تاع نيجيريا خي باش ما تريسكيش برشا ولا بلوس كو 1.5 1.66 هذا بالنسبه لنيجيريا لافريك دو سود نهار الاربعاء 8 تاع الليل تعديو توا ماتش انا ماتش تاع الكوب دافريك توا تعديو الكاليفيكاسيون تور بريمينير تاع تشامبيونز ليغ اوروبي نهار الاربعاء مساتين تاع القايله عندنا استانا تستقبل كلوج استانا 1.88 في بلادها ليكس 3.33 وكلوج 4.59 دونك اي اخترت دو بروبابيليتي اللي هي استانا في بلادها 1.88 كوتا باهيه ما طلصت على استانا والان اكس تاع استانا اللي هو 1.21 ما حبيتش تخرج منهم ما تخرجش منهم الزوز ولعبه مساطين ترش علاش باش يكون كان عندهم سخانتنا نتاع اليوم راه نجم يوفا 0-0 3 موا ما عندك ما تقول فيه فيه لعبه صحيحه كوتش لا انا نعرفه مليح 3 موا ديما موجوده عندهم ترومون ماني حلو على بالي بالعقل وهي رايف كي خاطر تقوي في الكوتا تقوي في الكوتا انا على بالي نبدا بالترومون ومن بعد نختار ومن بعد تعمر الرقاي اما الماتشات اللي قلتهم تو لوجيك معناها حتى الماتشات اللي قلتهم ترومون تشوفها منطقيه اي ماهوش مانيش ضد الفكره نتاعو نمشيو الماتش الاخير في البي 216.1 عندنا باتي بوريسوف كيما قلت لكم تشامبيونز ليغ وبيستا جلويسي انا اول مره نسمع بها باستا بياست سامحني ثم باستا كوزي باش مقرونه راهي بياست قولي لي سي ما نعرفش شكون هي هذايا مي نعرف باتي بوريسوف دونك هذايا تلعب لها الاربع سته بتاع العشاء نجموا تعرفوا على البياست هذايا دونك عندنا باتي بوريسوف 1.69 في بلادها ليكس 3.92 وبياست تعطينا 6.25 دونك لعبت الان تاع باتي بوريسوف 1.69 والله اعلم الاخرى شكوني دونك لعبت الايك زاد 1.16 ما عادش نمر حتى تروما وين حطيتها تروما عندك تروما ورقتك هذيك هنا خليني نذكر كذلك الساده المستمعين الكل اللي يسمع فينا تو اللي يتفرجوا فينا على التريميك نتاع الباج اوفيسيال نتاعنا اللي راهو لتوا مازالوا ينجموا يربحوا يكونوا واحد من الاربعه اللي باش يربحوا معانا اليوم اكيد أربعة فاوتشرز من أهداء البيد 216 كل ما عليهم يعملوا يدخلوا الباج فيسبوك نتاعنا يلقاو البوبليكاسيون يكتب كومنتير فيه الإجابة على السؤال ويعمل بارتاج راهو أهم حاجة تكتب كومنتير تكتب فيه الإجابة وتعمل بارتاج تدخل القرعة وتكون واحد من الأربعة باش يربحوا معنا اليوم الإعلان أكيد باش يكون بعد ما ننتصروا على غانا اليوم إن شاء الله إن شاء الله بعد ما ننتصروا على غانا تكونوا أنتم رابحين من الشيرتين تونس وفي البيت 216 برجيلا مع بيت 216 مع بيت 216 لعبك مضمون وربحك مضمون